انعقدت ورشة عمل المحور الأول البنية التحتية والبيئة برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بقطاعات البنية التحتية والبيئة في الحكومة. في هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة رئيس محور البنية التحتية والبيئة أن الورشة تأتي لمواصلة تعزيز إسهامات القطاع العام في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأشار الزياني إلى أن محور البنية التحتية والبيئة يعد أحد المحاور ذات الأولوية التي تؤدي دورا أساسيا في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليصبح محركا رئيسا للنمو بما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وتعتبر ورشة عمل محور البنية التحتية والبيئة أولى الورش الخمس للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، والتي تنقسم إلى خمسة محاور هي محور البنية التحتية والبيئة، المحور التشريعي، محور عمل الخدمات الاجتماعية، المحور المالي والاقتصادي، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي. طبعا احنا اليوم في ورشة إعداد التطلعات المستقبلية لحكومة مملكة البحرين، وهذه التطلعات هي اللي راح تخدم المرحلة القادمة. فبالتعاون بين كافة الجهات الرسمية تم وضع محور البنية التحتية والبيئة، ومحور البيئة كان جزء مهم من أحد المحاور المهمة في هذه الورشة اليوم لإعداد تطلعات مملكة البحرين نحو المستقبل، خصوصا للحد من ظاهرة تغير المناخ. تأتي أهمية محور التطلعات المستقبلية للبنية التحتية بسبب أن أساس أن تكون عندك بنية تحتية أساسية قوية راح تدعم الاقتصاد بشكل متكامل، وأيضا تدعم البيئة بشكل كامل. طبعا اليوم تطرقنا لجميع هذه السياسات وجميع المبادرات التي تدعم هذا المحور، وهو محور هام. بنية أساسية قوية تؤدي إلى اقتصاد قوي، فالتركيز على هذا المحور جدا هام، والتركيز على البيئة جدا هام. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شاركنا في ورش محور البنية التحتية والبيئة، وهذا يعتبر أحد المحاور ذات الأولوية اللي تؤدي دور بارز وأساسي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وأيضا تدعم القطاع الخاص على أساس أنه يصبح محرك رئيسي للنمو، وأنه يحقق بإذن الله أهداف رؤية البحرين 2030.